حلقتنا بصيغة تأنيث من برنامج زيارة خاصة متواصلة هنا بالمحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء. معنا في زيارة خاصة اليوم الأستاذة القاضية سميرة عقبة. مرحبا بك معنا أستاذ. نقدم نفسي، أستاذة سميرة عقبة، قاضية المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، نتحقق بصيغة القضاء في سنة 2003. قضيت سنوات في المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، من بعد التحقت في سنة 2018 في المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. حاليا أنا أتولى النظر في القضايا النزاعات الشغل وكذلك القضايا الاستئجارية. أنا من مدينة الدار البيضاء، قريت في الدار البيضاء، والكلية ديال الحقوق درتها في مدينة المحمدية. أي منطقة في المدينة؟ انا حاليا كنسكن في مدينه النواصر، منطقه النواصر. لا، المنطقه اللي تراعتي فيها، المنطقه اللي درستي فيها، المنطقه اللي جيتي فيها. انا درست في المنطقه ديال حي السدري بورنازيل، وبالنسبه للكليه مشيت للكليه ديال الحقوق بالمحمديه، شعبه الحقوق باللغه الفرنسيه. حاليا كيف ما قلنا كنتولى النظر في نزاعات الشغل وكذلك القضايا الاستئجاريه. قبل خوض في العمل ديالكم الحالي، الحمد لله متزوجة وعندي ثلاثة الوليدات، عندي وليد وجوج بنيتات. كان فيك الخيوش ديال تنسيق القضائي من الصغر أم فقط هو اختيار بعد دراسة؟ في الحقيقة الولوج ديال القضاء ما نقدرش نقول لكم منذ الصغار، ولكن أنا بنت محامي وعندي الأسرة ديالتي فيها ناس ديال القضاء. الكلمة ديال القضية دائما كنسمع قضية قضية قضية، مني أنا صغيرة هاد الكلمة ديال القضية كنقولها، وسبحان الله كتب الله القضاء الحمد لله. يعني كان واحد التوجه ديال وسط عائلي. وسط عائلي الحمد لله. فين درست القانون؟ القانون درته في كلية الحقوق بالمحمدية باللغة الفرنسية. كان تخصص ديالك القانون العام؟ لا طبعا القانون الخاص، ومن بعد المعهد الدراسات القضائية في مدينة الدار البيضاء. يعني الأسرة ديالك كان فيها وحنا كنحتفلوا بهذا المرأة في هذا الشهر، واش كان ذكور إناث؟ الأسرة ديالتي فيها بيان سور ماما، حتى هي أسرة اللغة الفرنسية، هي امرأة عاملة، وبابا طبعا محامي، وأنا الإبنة الوحيدة، لا أخ ولا أخت، الوحيدة. فاش فاتك أن يكون الأب ديالك في مجال القانون أصلا؟ في الحقيقة فاتني في الفترة ديال الكلية، كان دائما كتكون مناقشات، كنحاول من غير الدروس اللي كنتلقى في الكليه كتكون مناقشه مع الوالد ديالي، يعني بحال كناخذ تطبيق داكشي اللي كيكون في الكليه اللي هو تيوريك، كنبقى تطبيق، كنبقى كنسول شنو كيدير في المحاكم، كيفاش كتمارس هاد النوع ديال القضايا، شنو كتكون في المصادر. وكنت كنستغل الفرصه كنمشي مع بابا مرات كنحضر شي جلسات، سو كيف كان عندي واحد التقارب مع الميدان العملي اللي هو ديال القضاء والمحاماه. أكيد بالنسبة للمرأة القاضية ماشي خصو بالذكر فقط نزاعات الشغل، نزاعات الشغل أولا في أي شغل واحدة أخرى. تبارك الله وصل عندي المرأة القاضية راه تحاكي الرجل وتضاهي الرجل في القدرات الفكرية ديالو، والحمد لله كنخدمو مع الزملاء ديالنا جنبا إلى جنب، ونفس القدرات الفكرية الحمد لله، نفس يعني الطريقة ديال التجاوب ديالنا مع الملفات. وزائد أن المرأة سبحان الله هي دقيقة بطبعها، المرأة كتمشي بالدقة، يعني العمل ديال المرأة القاضية يتسم بالدقة وكتركز على التفاصيل، زائد جمالية الأحكام، لأن المرأة بطبعها كتبغي الجمالية، يعني الأحكام ديال المرأة فيها واحد الجمالية، فيها واحد الجانب اللي شي شوية زائد إلا قدرنا نقولوا هكا، ولكن كفاءة الحمد لله بحال كفاءة ديال الزملاء ديالنا. هو ما نقدرش نعطيك العدد بالضبط، ولكن يفوق العدد ديال الزملاء ديال الرجال. يعني كاين واحد النوع من التوازن بين الرجل القاضي والمراه القاضيه؟ لا، حنا فيتنا مشي شويه في العدد، فيتنا مشي شويه في العدد. رايكم في المكان اللي كتقاس حاليا القاضيه في مجال القضاء؟ الحمد لله مكانه المراه القاضيه من البدايه مكانه اللي هي مزيانه، والحمد لله غادا كتطور، ووصلت المرأة القاضية تبارك الله لمناصب مسؤولية وأبانت عن جدارتها، لا كامرأة مسؤولة ولا كقاضية، يعني في النظر ديالها في الملفات ولا في تسيير الجلسات، وحتى في التمثيل ديال القضاء المغربي على مستوى الندوات تبارك الله أبانت عن جدارة وعن كفاءة عالية في المناقشة وفي المداخلات اللي كانت قانونية.
واضافه ان المراه القاضيه حاليا ولات ما بقاتش كتكتفي فقط بالدبلوم اللي هو ديالها الاول ديال الاجازه في الحقوق، بل بالعكس زميلات بيان سور كاين التكوين المستمر وكاين حتى الدبلومات. بزاف ديال الزميلات ديالي الحمد لله عندهم دراسات عليا وكاين اللي واخدين الدكتوراه، يعني ما بقاش مكتفيه فقط بالدبلوم الاول ديالها، لا طورات نفسها ومازال كتطور راسها، زائد كيف ما قلت هو التكوين المستمر، زائد كنحاول دائما نواكبوا التطور لان القاضي خصو دائما يطور نفسه مع التطور ديال القانون مع التطور ديال المجتمع باش كيبقى دائما واخا نقولها باللغه الفرنسيه يبقى دائما اجور دائما كاين. علاش فضلتي عدم الولوج؟ لا ما ماشي كيسو ديال فضلت عدم الولوج، غير ما جاتش وصافي. ما جاتش الفرصه وصافي. كيفاش كتشوفي ان المراه خاصه هي كذلك تجربه العمل الجمعي القضائي؟ المراه تبارك الله عليها يعني ولاو جمعيات قضائيه نسويه، كاين جمعيه المراه القاضيه تبارك الله راها يعني مشعه واشراقه كبيره للمراه القاضيه تبارك الله، ومثلتنا زعما احسن تمثيل، بالاضافه للتواجد ديال المراه في حد ذاتها القاضيه في تمثيليات اخرى قضائيه، لا في اوليفو ديال الوداديه الحاسب للقضاه، لا باقي الجمعيات اللي كتمثل تبارك الله المراه القاضيه غدا اشراقا على اشراق كتزيد. اذا تكلمنا اسبوعيا شحال تلقي ديال الجلسات؟ بالنسبه لي كندير جلسه ديال نزاعة الشغل كتكون عندي يوم الخميس، وجلسه ديال القضاء الاستعجالي كتكون يوم الاربعاء، يعني عندنا جوج جلسات بالنسبه لي انا. الناس اللي كيديروا النزاعات حاليا كتكون جلسه واحده. بالنسبه للغه الارقام عدد الملفات اللي كتشتغل عليها سنويا في اطار نزاع الشغل؟ الحمد لله كنحاولوا ما امكن باش كل سنه يكون الانتاج مرتفع، وعلى اساس يكون تقصير ديال الزمن القضائي. وبالنسبه للاحصائيات نقدر نعطيك الاحصائيه فقط ديال السنه ديال 2020 مع مراعاه الفتره ديال اللي كان فيها التعليق ديال العمل بالمحاكم. بالنسبه لنا في سنه 2020 نظرنا في 742 قضيه ديال نزاعات الشغل. يعني الحمد لله. الوقت الثالث ديالي الجزء الكبير منه كنقضيه في البيت ديالي بحالي بحال اي مراه مغربيه، بحالي بحال اي زوجه مغربيه، اي ام مغربيه، كنقضيه مع الوليدات، كنقضيه مع الزوج ديالي، اداره البيت ديالي، وطبعا كنخصو واحد الوقت كبير للتكوين المستمر ديالنا. كيف ما قلت لك قبيله المراه القاضيه ولا بد خصها تبقى غاده مع التطور ديال المعلومه القضائيه والمعلومه القانونيه. نقطه اخيره مقارنه مع قضيات عربيه او الحمد لله مكانه مرموقه جدا وكنلامسوها ملي كنكون في ندوات، اللهم لك الحمد عندنا مكانه كبيره الحمد لله. يعني تكون المراه كلمتي كنقول للمراه كل عام وانت متالقه وانت رائعه وانت جميله، كل عام وانت امراه. المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي بنتي. سيد الرئيس محسن كيقدر المراه بزاف، كيقدر المراه القاضيه، الحمد لله لم نسمع الا كل تقدير وكل احترام لينا كنساء قاضيات، وحتى على مستوى توزيع الاشغال كانت واحد ما كانش واحد التمييز بتاتا ما بيننا وما بين الزملاء ديالنا الرجال، سواء على مستوى القضاء الفردي او على مستوى القضاء الجماعي. شكرا جزيلا. شكرا.